اليوم طبعا نتمنى تكون حلقة مميزة، راح نلتقي بكل عوائلنا اللي موجودين داخل هذا المول، المول العاصمة الحبيبة طبعا بغداد. خلنا نشوف الأسئلة اللي راح تتوجه العوائل الكريمة. إذن تعالوا أنا خلنا نشوف هاي الحلقة اللي هي حلقة ويا أحبابنا من قناة الأيام 100 تلة. بكم أخوكم ماجد ياسين. خلنا نشوف ما شاء الله العوائل اليوم خير من الله. مهندس ما الطيارة ولك حق تطير بيها لو ما تطير بيها؟ لا بس عتشيك ما طيارة تشيك مون تشيك تشيك طيارة تشيك تشيك مون تشيك بعد قلت تشيك مون تشيك مون مال قميص هذا هذا شو اسمه؟ حسين. وانت على وحسين وين؟ حسين بعد دهلي وهذا على زيت لا هنقربر لا حمص بطنيحة انا بالسبعينات انا شوي كبير بالعمر بس اسبق يعني هذا الاسم من حسين؟ اي مو؟ ابن عمي ابن عمي من عمك هذا من عمك؟ اي كون تقول حسين على مستمرين وياكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا ايضا ويانا السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. شو بالخير؟ حسين. ابو علي شلونك؟ شلونك حبيبي؟ اصدقائك ربعك؟ اي اخوتك والنعم الله يحفظك. شو اسمك؟ محمد. محمد اخو حسين انت؟ يعني صديقك يعني معناته درجة أخ غير؟ طبعا. والأخ؟ كراب. كراب. شلون أخوتكم؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. شو ليش؟ أنت شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ أبو علي. بدورك. شنو شغلك؟ والله أنا مندوب. مندوب. بالضبط. وين مندوب؟ مندوب مال مبيعات بشركة. الله يحفظك والله. الله يسلمك. بدورك. أنا خريج. والله خريج مال سادس. الحمد لله. أي ورا ما تخرجنا قعدنا. ليش ما كملت كلية ما حد لو ما معدلك معدل تعبان ايه؟ والوضعية المادية هم لازم تشتغل تشوف ايه؟ مستقبلك وعرفت السادس لو خلصت من السادس خلصت السادس خوش مع التعيين ماك مو والله بعد ننتظر التعيين الله كريم ان شاء الله في دورك ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله يوم تتعين يا ابو علي الله يحفظك الله يحفظك تحصل الشهادة ايضا بعد يعني تدري انت من خلصت السادس بالضبط معناته ما ظل شيء اي الصعبات راحن وبقت بس السنه ان شاء الله الجويدات ان شاء الله مويلات زينه ان شاء الله يعني انت ما طلعت السادس معناته زين اي ان شاء الله مو ان شاء الله وين الاهل؟ اهلي؟ اي عند محافظه انا ببغداد هنا عايش بس انا والدي الله يحفظك يعني دير بالك علي وحطها بعيونك شلون لعد شلون لعد؟ اي انا ماشي بدعاء لا والله اي بالله يعني راضي عليك؟ ان شاء الله اكيد ان شاء الله لعيونها سلم والله سلم عليها من خلال قناه الايام الفضائيه الله يحفظها ان شاء الله لي ويطول عمرها الله يحفظ ام حسين ان شاء الله ويخليها ان شاء الله ويخليها خيمه عليك يا حبيبي ان شاء الله اكيد خيمتنا وبعد وياك بالبيت والله بس انا والوالده اي بالله الله يحفظهم ان شاء الله الله يحفظك رحمه الله على روح موتك وانت شنو شغلك عمو؟ انا طالب جامعي ويا صف مرحله ثالثه كل شيء يا وين يا كلية هندسه تقنيه طيران يا كل شيء طيران ما شاء الله يعني تتخرج مهندس لا مهندس مال طياره بيتر ولك حق تطير بيها لو ما تطير بيها لا بس عاد تشيك مال طياره تشيك مون تشيك تشيك طياره تشيك تشيك مون تشيك تشيك بعد قلت تشيك مون تشيك مون مال قميص زين وانت من تصلحها وتكملها زين تطلع تطير بيها لو ما لك حق لا انا ما لي حق زين انت مو الفيتر مالت المهندس لا اي انا مهندس اصلحها بس ما لي حق انه اطير بيها شوف بقى على الطيران زين يا اللي تسلح يا اللي طير لك اياه مو انا اختصاص طيار واحد وانا مهندس واحد هذيك شهاده بعد اكثر لو اقل لو من مستوى نفس الدرجه لا هو اكيد اعلى من عندي انا مهندس وطيار وهاي شنو ما حد كليه؟ كليه؟ وين صار؟ الفراهيدي احنا عندنا اهلي وعندنا حكومه مو؟ الاهليه الى ان شاء الله بعد ايش قد تتخرج؟ المرحله الثالثه بقت لي مرحله ان شاء الله طبعا تحياتنا لكل المهندسين اللي يصلحون الطيران مو طيارات ولا شغلات شو يسمونهم؟ مهندس طيران وايضا للطيارين ان شاء الله اللي يخدمون بلدنا ايضا انتم هم خدمتوا اكيد اكيد تخدمون بلدنا ويوم ان شاء الله التعيين زين تخرج تعيين مباشر لو هم ينتظر هذه حال الشباب المتخرجه لا مو قصدي مو انت يعني شغلتك تختلف عن باقي حتى لو عادي يعني قصدي كمهندس أي. ما محتاجين هم بال قوة جوية طيران مدني لا يعني من يفتحوها يعني هم كل ثلاث سنين اربع انا متابع هاي الاخبار كل يطلبون
حود طيران. اي تقدر تقول شيء مو شبه نادر. يعني شغلتهم مو شبه نادر مثل المحامي ولا دارس قانون ولا عبالي. يعني الشغله مالته انه شغله انه تعيين بسرعه. اي طبعا تعيين لانه احنا مو مثل المجالات الطبيه. يعني هندسة. الا الدوله تطلب تطلب تفتح تعيينات هم يقدمون الطلاب. انت ليش اختاريت هذا المعهد او الكليه وتدري ما راح يدسون عليك؟ يعني قصدي الاغلبيه بالعراق انه ما راح اكو تعيين بهن. فهذا القسم شويه احنا مثل ما قلنا نادر. يعني جوز شويه الانظار عليه. جد له المعدل مالته زين. معدلي 60 انا بس هنا كليه اهليه. ف طبعا بفلوس. اي بفلوس كل سنويا. سنويا ان شاء الله. وابوك شنو شغله؟ انا ابوي ضابط عسكري. الله يحفظه يحفظ كل ضباط ان شاء الله. والله يعطيه الصحه والعافيه ويسلمنا عليه هواي هواي. وانت عمو شنو شغله؟ انا موظف ماركت. وين؟ حي جهاد بوتر. موظف وين؟ موظف ماركت. ماركت يعني وزارة لو موظف؟ لا 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 ماركت سوبر ماركت. ها سوبر ماركت. وهم مثل يعني ال انا مندوب هو موظف. موظف. والموظف انه شركة اهلية. اي شركة اهلية. وانت شنو هم شنو طالب؟ انا طالب ثالث وخلاص بطلت. الحمد لله. يعني بعدكم متزوج؟ ما حد متزوج. ما حد متزوج وبعد ايش تحتاجون؟ اي شبابنا احلى مو ما خالد بس الزواج استقرار. اليوم انت بس تتزوج وتستقر. اول هسه انت بس لوالدتك. اي بالضبط. والدتك هسه انت من قاعد وياها بالبيت ما تدري الوحده تعينها. اي صحيح تساعدها. صحيح على مود تكون الحمد لله موفق بين الوالد وبين الزوجه. اكيد 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 بالمرتبه الاولى. الوالد انت العوز بالماديات لو لا الحمد لله مستوره. والله بعد كم سنه نتونس بيهن وان شاء الله نتوكل. انت ومريتك الحمد لله تغيرون جو والوالده وتطلعون تروحون. صحيح صحيح. وبعدين الوالده تشوف وليداتك. اي والله مو هاي مو المفروض تفكر بيها. اي بالله انا لعيون امي. لعيون الوالده. اي صحيح. قصدي عيد حساباتك اذا انت عندك راتب الحمد لله. الحمد وراتب زين والامور ماشيه. اخذ لي بنت الحلال ان شاء الله واسمح لها حلوه وتفرح الوالده. الله يسعدك. وهي اللي تشوف وليداتك. اكيد اي اكيد اكيد. وش اسمك انت؟ كراه. كرام انت ما مزوجه مو؟ لا. وش منتظر؟ خلينا هيك مرتاحين. بس انت حديقه قاعد. لا والله احلى شيء. صدق؟ والله. ليش الزواج مو استقرار؟ انا بيها مجال بس ان شاء الله من اتخرج. انا ما اقول لك ما تزوجت. يعني تخلص الشهاده وتخلص التخرج مالتك ان شاء الله؟ طبعا احنا قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا نتمنى لكم ان شاء الله تحقيق ربي يوفقكم. ربي يوفقكم. الله يسلمكم. طبعا احنا اخذنا من وقتك. لا لا عادي. شكرا عمو حبيبي. الله يسلمك. ان شاء الله تحصلون اللي تريدونه يا ربي. الله يحفظكم ويحفظ عراقنا ويحفظ شبابنا ويحفظ كل العراقيين. ممنونين وخذنا من وقتكم هواي يعني بس احنا حبينا نسلم عليكم مو حبيبي استاذ. بالسلامه. شرفنا. شكرا كرار عمو. طبعا اليوم الشباب الحلوين السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم بالخير. عمر ابو عرب. ابو عرب طبعا استاذ عمر. اليوم احنا قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا. اجيت انت والاخ العزيز خوب صديقك هذا باعتبار اخ. الله شو اسمك؟ عرب. حسين. انا ابو علي. حسين ابو علي. وعمر ابو عرب. الله يحفظك عمر وحسين. الله يحفظكم ان شاء الله. انتم اصدقاء؟ ايه اصدقاء. اليوم هنا بالمول. اي والله جاي شوي نغير جو. شنو طلاب؟ شنو احنا طلاب هندسه. اه وانا بنفس الوقت موظف بالكهرباء. هندسه موظف بالكهرباء. موظف بالكهرباء بالضبط. ان شاء الله. ان شاء الله. مهندس شنو يا قسم؟ هندسه اتصالات الحاسوب. واختصاصها لازم الكهرباء لو يعني لا هي الكهرباء بها عندك يا مرحله هذه المرحله الثالثه ما شاء الله. بعد لك سنه؟ بعد لي سنه وتتخرج ان شاء الله. اذا تحياتنا لكل طلبتنا الاعزاء. الجامعه شو اسمها جامعتك؟ الرافدين. الرافدين. تحياتنا لكل جامعات العراق طبعا بدون استثناء وكل طلبتنا طالباتنا ان شاء الله بالتفوق والتالق والابداع. وان شاء الله طموحكم اليوم انت من تتخرج تتمنى؟ والله اتمنى اكمل ماجستير واوصل كل شيء اللي اريده ان شاء الله. ان شاء الله. عندك هذا الطموح؟ اي طبعا. يا رب ان شاء الله تحقق امنياتك. قناه الايام تبارك لك ان شاء الله. ان شاء الله. تحقق كل طموحك ان شاء الله. ان شاء الله. انت ويا من بالبيت؟ بالبيت انت ومنو؟ انا واهلي عائلتي. الوالد والوالده والوالد؟ الوالد والوالد والوالده واثنين اخوان. الله يحفظهم. متزوجين؟ الله يخليك. لا لا. انت مزوج؟ لا. انت ايش عجبك شو منتظرين؟ والله بعد جاي ننتظر شوي شوي مو من هسه العلاقه. لا لا قصدي حتى السيد الوالد والوالده يفرحون بكم. انت كبير؟ اي انا كبير. الله يحفظك. الله يحفظك عمر. ان شاء الله يحفظ العائله. تحياتنا لهم. خلينا نشوف حسين وبعدين نرجع لك. ابو علي اليوم من وين الدوم؟ انا بالكليه الرافدين هندسه اتصالات. نفس القسم. نفس القسم. نفس القسم. وشنو شغلك؟ والله يعني انا عندي ازياء.
ما شاء الله. زيارة رجالي. وين بيابو كان؟ شارع فلسطين. شارع فلسطين. يعني هذا المردود المادي اللي يجيك في الأجل. إن شاء الله إيه إن شاء الله. لا إحنا عندنا غير شيء. يعني سيد الوالد شنو شغله؟ أنا والدي مقاول. أمي يدرس دكتوراه يعني مو برومانيا. هو إيه. ما شاء الله مقاول ويدرس دكتوراه. الله يحفظه ان شاء الله سوى بعد من رومانيا؟ لا يجي ويروح. تحيات سوى موجود؟ لا لا موجود في العراق احنا كل ان شاء الله. تحياتنا لابو حسين الله يحفظه ان شاء الله ويحفظ الاهل وان شاء الله يوم اللي يجيب لكم الماجستير يعني وتفرحون بها ان شاء الله. يعني الماجستير هي شهاده اللي تفيده ان شاء الله. موظف ولا مو موظف؟ لا لا موظف. مو موظف بس شهاده يدرس يدرس دراسات عليا يعني ان شاء الله. بالمقابل هو مقاول مسؤول ان شاء الله. شنو طموحك وانت تتخرج؟ والله بعد اكمل الماستر هم هو يعني على دربه نفسه نروح له. ان شاء الله خير يا رب ان شاء الله. نتمنى انه تحقق طموحك. نتمنى كل طلبتنا الاعزاء ينالون شهادات ان شاء الله وايضا اللي يطمح يكون موظف بالدوله اللي يطمح يكون يعني وفق رؤيته شنو يعني توجهاته ان شاء الله. اليوم طالباتنا من يتخرجون وطالباتنا يتمنون التعيين طبعا شيء اكيد هاي شيء اساسي يعني احنا علينا ندرس احنا غير هذا مو تعيين ما حد يدرس ان شاء الله. يوم تفرح الوالد والوالد ان شاء الله وتحياتنا ايضا تحب تهني اصدقائك ان شاء الله يعني الشعب العراقي مناسبه العيد والله كريم ان شاء الله. مشكور ابو علي الله يسلمك. سيد الوالد عمر موجود بالبيت لو موجود شنو شغله؟ مدير بالكهرباء. بالكهرباء وانت رحت الكهرباء لان ابوك بالكهرباء؟ لا مو لان ابوي بالكهرباء بعد تقدمت صارت الوظيفه الحمد لله تستاهل كل الخير يوم ان شاء الله جميل. الوظيفه اللي هي على الملاك امين ان شاء الله ان شاء الله يوم تخرجها نكون نفرح بك يا حبيبي ويعطيك الصحه والعافيه والرزق وتطمح ان شاء الله. احنا من خلال قناه الايام نهنئ السيد الوالد ابو عمر نقول له صحه وسلامه وطوله العمر وتحقيق الامنيات الى كل العائله الكريمه ببرنامج ويا احبابنا. بارك الله بك وتحياتنا لك وتحياتنا للعائله الكريمه. خذينا من وقتك يا حبيبي. شكرا عموري الله يحفظ خواتكم انت وابو علي تاج راسي وليدي. مستمرين وياكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه. خلينا نشوف بعد الفاصل راح نواصل خلينا نشوف من اللي راح نلتقي به. السلام عليكم. استاذ ماجد شلونك؟ شو صدق ابو حسين علاء؟ علاء 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 شلونك عمو؟ انا حسين. لا حسين انت تقول علاء حتى ولدك كرهت بيهم. ابو حسين علاء. ابو حسين علاء اي هذا شو اسمه؟ حسين. وانت علاء؟ اي. وحسين وين؟ حسين بعد اهلي. وهذا علاء هذا الاسم من حسين؟ اي مو؟ ابن عمي ابن عمي. من عمك؟ هذا من عمك؟ اي. كون تدور ابو حسين على ابني حسوني من البصره جيت لي من البصره. تحياتنا للبصره واهل البصره ان شاء الله. بس خلينا نقول بالنص هسه جيت من البصره. الف تحيه للبصره واهل البصره وكل العراقيين على الراس من الشمال للجنوب للغرب للعاصمه الحبيبه وايضا كردستان. الله يخليك. ايش عندك هنا يا ابو حسين؟ والله جينا للمرور وجينا نتونس. تحياتنا الى مديريه المرور العامه وكل رجال المرور اللي تعبانين 24 ساعه ما اخرهم. ما والله قران معامل ساعتين ما طول. راضى عليهم كلش زين كلش زين وتبريد وحلو المكان كلش زين. سويت بدلت حول السياره ايش سويت؟ ايه رقم السياره باسمي بغداد حولتها باسمي. اي وش قد الفتره اللي سويتها؟ والله ساعتين ما طولنا ما شاء الله. كلش زين كلش زين كلش زين. بيا مكان بالكاظميه يعني قريب على الكاظم عليه السلام. السلام الله على ابو. اذا الف تحيه لرجال المرور من مدير المرور العام الى كل الساده الضباط والمنتسبين وايضا حقيقه اللي دائما يوقفون بالسيطرات يعني بالشوارع بالتلفيك لايت بنص الحر. هذا رجل المرور لازم الخدمه
يعني مثل ما هو خدمنا واقف بالحر يا اخي احنا ليش اجي واضرب الاشاره؟ اجي واطلع رون ساي يعني هو يضوج هو يضوج يعني وقال لك ليش قال يطلع عند رون ساي وغرمتني يا اخي لا تطلع رون ساي حتى ما يقرمك صحيح مو صحيح انت ليش تضرب الاشاره وقالوا لي غرموني انا اليوم ولا غرام علي ما عندك اي ما يعني ما حاوليت ما طلعت اذا معناته انت تحترم القانون لا انا احبهم المرور هم زي الشيء يتعبون فلذلك هسه اذا اكو حالات استثنائيه عندك مريض المرور يقدر اي ما مو متاخر على الدوام وهذا شغلات قويه لا تطلع مستعجل لكن مو اجي انا انت جاي رون سايد وسديت هذا الشارع وعميت على العام صحيح ما صاير بعدين انا المرور يقول لي اوقف اقول له نعم الله واوقف اكو احنا من القانون يعني انا من اجي اوقف بالتريك لايت اذا اكو مكان اخضر اطلع اذا مكان احمر اوقف غريجي صحيح زين اذا ماكو معناته اكو رجل مرور لازم احترمه واقف من الصبح لهذا وبنص الشمس وبنص الحر لازم نحترم رجال المرور انت قعد لك ساعه هسه وباوع السياره انت من يمك تدوخ مو دوخ لازم اكو تقدير واحترام اللي هو قاعد يخدمني صحيح بعدين يخلي السير منتظم حلو مو المرور السير هيك ما تقدر لا والله والله العظيم يعني هذا اللي يطلع منا وذاك اللي يطلع منا صح الله يكون بعونهم وذولا مستعجلين بس ماكو احلى من القانون اجي انا دقيقه واحده مو هواي دقيقتين اوقف حتى يجي مكاني واطلع واروح معزز مكرم وحتى لا لازم نعمل نعمل قانون حلو القانون حلو نظافه حلوه نظيفه الحزام من سووه زين ولا مو زين؟ لا زين من ناحيه زين ناحيه سلامتك انت لا تطفر لا تعطيك راسك بالجامع مو ايه؟ هناك وطق الارباك هناك صار حادث تطفر لا لكن من لكن من لابس حزام ملابس يتأذي يموت وبعدين هم يقولوا بسلامتك الله يكفيك الشر وقال لك لا لا يقرموني راح اخذوا من الفلوس يتلبس الحزام حتى ما حد يقرمك صحيح صحيح البس الحزام لان لازم احترم المرور وبعدين سلامتك انت بسرعه وصار حادث اذا لابس الحزام رايدنا بالخارج بالقاع عندهم نفرين الامايه وبته بته لابسه الحزام والامايه ما لابسه سوى حادث الأمية ماتت والبنية ما صار بيس لا والله والله العظيم إذن الإعزام ضروري ضروري كلش فلذلك احنا نقول للإخوة المواطنين اللي يشاهدونا من خلال قناة الأيام الفضائية رجل المرور يجب أن يحترم ويطبق القانون هو جاي لخدمتك انه انت من تريد تلبس الحزام تحافظ على سلامتك من تريد تضرب الإشارة ما راح تحافظ على سلامتك ضربت الإشارة وطلع واحد بسايدة ومن هذا وصار الحادث وقلت له انا اسف وليش انا كلها دقيقتين احترم هذا مو الدريب لايت يعني الدريب لايت انت توجهت ويا ابن عمك؟ اي شنو شغلك؟ انا جريح متقاعد تحياتنا لك والله يحفظك والله بالحشد؟ تحياتنا طبعا للحشد الشعبي وكل رجال الحشد الشعبي والله يعطيك الصحه والعافيه والصحه والعافيه للجرحى ويقومون بالسلامه والف رحمه على شهدائنا اللي بالحشد واللي بالجيش واللي بالشرطه واللي بالبيشمركه واللي بالاجهزه الامنيه وايضا كلهم نخليهم على راسنا مو الله يرحم الجميع طبعا انت ضحى وانت صوبت مو نعم الله يعطيك الصحه والعافيه متزوج عمو اي متزوج ايش عندك جاي عندي بنين شو اسمها؟ فاطمة كبيرة؟ سنتين اخوش كل زين انت وهناك تهمل البصرة؟ بصرة يا بكم؟ قبلة 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 تحياتنا طبعا تحياتنا للبصرة وللبصرة وكل الناس اللي عايشين بكل مناطقنا بالعراق تحياتنا لانه هنا هذول خطار من البصرة ويعتبرون بنص اهلهم ان شاء الله يوم تباتون يمي ولدك سالم الله يخليك رحم الله والديك انتم من البصرة اي واحد يشوف احنا هنا كله هنا بحي العامل هاي عمامنا اي والصدرية يمين تشرف كل مكان احنا امامك وهم اهلك على راس استاذ احنا اي عراقي نشوف هنا جاي من المحافظة كذا انقلب ويتفضل يمي لا احنا العراقيين اهل كرم مو طبيعي كل العراقيين بدون استثناء الرمادي اهل كرم الموصل اهل كرم العمارة اهل كرم كركوك اهل كرم تكريت اهل كرم الجنوب اهل كرم الغربية الكردستان كلها كرم بدون استثناء الحمد لله العراقيين يعني حقيقة اهل عجوبية نعم نعم بس احنا بنروح للخارج نسافر ما نحب نضوج تبقى لك 10 ايام ما حد يسلم عليك ما حد نضوج بس تروح بمطعم تلقى عراقي اوه تفضل وتعال وهذا جيب وسوي وكرم ودفع لك الغداء دفع لك المال العشاء تلقى 10 نفرات دفعهن شلون 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 طيبت كل العراقيين بدون استثناء انا بالرجعه هذيك الجايه
على الطريق ولد يبيع قهوه ما رضى من قلت له بصل ما رضى ياخذ من عندي. شوف كلامه هو قهوه خطيه عامل عامل باب رزقه ان شاء الله صحه وسلامه الله يقومك بالسلامه ويسلمنا على اهل المسجد. يلا بس يلا. واحد يقص لنا تعال اخذ لنا صوره تعال عمك اخذ لنا صوره حبيبي تعال 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 سوى عليك زحمه الله يلا طبعا مستمرين وياكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه وما زلنا وبرنامج ويا احبابنا خلينا نخلص خطانا ونروح بالسلامه صوره واضحه واضحه رحم الله والديك تعال بعد وحده بعد وحده شرف بالسلامة بالسلامة سلمنا على البصرة الله يوفقك على هلا الله يديك مشكور سلمونا على مول شنشل ابو علي على اي والله ممنون اذا مستمرين هناك خلينا نشوف الاعلى الكلمه السلام عليكم السلام عليكم الله يسعدكم السلام هلا ابو ياسين الله يسلمك شلون الصحه شلونكم ان شاء الله بخير عمو كانت شهرتنا نريد نسوي لقاء نانا يلا نانا من نانا يلا سوي لي ما هاي تاخذين لنا صوره نسوي زحمه شلونكم شلون الصحه؟ الله يسلمكم ويحفظكم اليوم هنا والله جايين نغير جو شوية اي والله شلون الاسعار هنا زين الحمد لله لا مناسبه جدا مناسبه قياسا للوضع المعاشي لا قياسا لقدمة الفرد العراقي يعني لا كل زين اسعار مناسبه كل زين هناك قريبين على المول بالسيديه تحياتنا طبعا مشاهدي قناه الايام فضائيه وبرنامج مع احبابنا ويا احبابنا تحياتنا للسيديه واهل السيديه اليوم ايضا في كل مناطق بغداد وكل محافظاتنا على راسنا وايام العيد على الابواب يا رب ان شاء الله صحه وسلام لكل عوائلنا العراقيين هم مسواق وهم في سياره والله مسواق وزياره كلها هاي اختي الله يخليها شلون تجي ان شاء الله بخير الحمد لله نحمد يسلمكم انتم نفس البيت عقلو. لا لا ناس يم ناس بس انا مرات زوجتي هي وخواتي وعوائلنا كلهم هم يجتمعون سويه النار يطلعون يعني يغيرون الجو سبحان الله لذلك احس انه اهلي انتم هم كذلك خوات بيناتكم الله يحفظ هاي اللمه الحلوه اللمه العراقيه ان شاء الله دوم ان شاء الله دوم دائما ان شاء الله يجمعنا بالخير والبركه العزاز الله يخليك بنت اختي وشنت اختي الله يحفظهم الله يحفظهم احنا خوات الله بنت تشبيلك بنتي ما اخذتها اختي ام ام ليث ام ليث ليث ما موجود بالدوام لو بالبيت من هو؟ ام ليث 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 مسافر مسافر ان شاء الله يرجع بالسلامه والغاليه زوجته؟ متزوجة الله يحفظهم اليوم احنا هسه الحمد لله وشكر نحس الاجواء الحلوه للعراقيين يعني المتنزهات الموالات صحيح كمتنفس وهذا شوي نتنفس ولا هي الاجواء الحاره اليوم الاطفال وبالملاعب هسه الاطفال وياكم بالملاعب بالملاعب اي والله اليوم انتم غيرتوا الجو يعني لانه الدنيا حاره هو حاره اي والله حاره بس وستم جيت من شوي نزل من الحر مال البيت الحر اي كهرباء شلون وياكم؟ يعني زينة كل ساعتين كل 3 ساعات اكو تحسن؟ الا الحمد لله الحمد لله طبعا مشاهدينا الاعزاء احنا اول عائله نقول الكهرباء زينه وايد كثير من يعني هاي معناتها يدل على انه شويه كانت اكو تحسن مشكور معالي وزير الكهرباء والقائمين الفنيين والساده المسؤولين اليوم احنا بامس الحاجه للكهرباء خاصه وايام العيد على الابواب يعني عيد الاضحى المبارك ان شاء الله محبه خير وسعاده على العراقيين ان شاء الله ان شاء الله السعاده والامن والامان ان شاء الله على الشعب العراقي كافه انت ست موظفه؟ لا ربت بيت واختي الغاليه متقاعده معنا ما شاء الله كادر تدريسي قبل احنا اليوم التقييم والاحترام للكادر التدريسي اذا كان قبل اذا كان هسه في كل زمن يعني ذاك الزمن وهذا الزمن الكادر التدريسي محترم اكيد طبعا هو قبل احنا نشوف المعلم انا بالسبعينات انا شوي كبير بالعمر بس اسبق يعني الله يعطيك الصحه والعافيه يعني احد اللقاءات انا شاهدت احد الاساتذه اجى سلم علي خليت له كل الحب يعني يكون له الحب والاحترام والتقدير هذا الكادر التدريسي اللي هو مثابة السيد الوالد علمني ما لم يعلمني السيد الوالد علمني الى مستوى والمعلم علمني الى قبل اذا اشوف المعلم وحقيقة يمكن نفتر من الفرع الثاني حتى ما نشوفه يعني ما نقدر اليوم صارت الامور مع المعلم يعني شفنا بعض الحالات اللي استثنائيه يعني
اكو سلبيه واكو ايجابيه، الايجابي دائما احنا نمجد بيه والسلبي نروحها احنا مو نصلح. بس الاغلبيه الايجابي، دام الاستاذ يخاوي للطالب اكثر بهالزمان هذا اكيد اكيد يحبب التدريس. التدريس اليوم مستوى الدراسي نفس مستوى لا لا مو نفس المستوى. احنا هاي النقطه اللي نحتاجها يعني اليوم احنا اعزاء مشاهدي قناه الايام الفضاء كل مشاهدينا الاعزاء، سيده تربويه رائعه يعني لنا كل الحب والتقدير من برنامجنا. هو فعلا يعني المستوى الدراسي احنا يراد شويه يعني قبل الطالب اول مع ذلك احنا ما نقدر نقبل الناس يعني الاساتذه هم تدريسهم وامورهم على هذا، لكن اليوم الظروف مو مثل الظروف. هو هذا السبب، وبعدين عندك الاهل هم يكونون تربية الاساس بدراسه الطفل. التربيه لها دور، لو الوضع المعيشي لها دور. ايش اغلبيه الناس بيها تعبانه إيه؟ اكو حاله وسط تعبانه اكثر واكثر، بس اللي ما يقدر الناس يهمها الدراسه اكثر. ست الفاضلة اليوم العائلة وضعها المعيشي ما مقدور عليه، يعني اكو راتب قليل واكو راتب مترف واكو راتب متوسط. اليوم انا من اشوف ابني عمره فد 15 سنه او 10 سنين وانا ما عندي غير راتبي قليل وعندي فد 3 اولاد، فمضطر انه ما اخليهم يعرفون الدراسه. عندهم اهم شيء الدراسه، يقصر يمكن على مصرف بيته ما يمر. واكو لا يعني راتبه زين وانا ببطل اولاد على مود يشغلهم بالنسبه. هاي هذا يعني جهد. يعني اشوفها نوع من الصعوبه يعني مع اعتزاز وحب الكل او الدراسه ضروري يعني، لكن جدا. مرات يحاول يستثني له واحد يقول له يعني الصبح انت من تدرس العصر شيء يسوي مضطر هذا مضطر الوضع المالي. همين الحياة تطلب مو بس هي الدراسة أكيد. وبس الأكل وبس. إيش قد خدمتي ست ال 22 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. يعني بيا سنة تذكرين أول سنة؟ اللي دخلت فيها يمكن عمري 25 سنة. يعني بال 97 أنا مواليد 55. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يسلمك. الله يعطيك الصحة والعافية. سلمك. والله أنا سعيد بوجودي مع العائلة الراقية وكل عوائلنا اليوم، وإحنا كل من على صنفه وعلى شغله وعلى مستواه الدراسي. يعني نحب نطلع على الأمور ونطلع للمشاهد يعني درستي وتعبتي وصلتي أجيال يا أبو أجيال. الله يعطيك الصحة والعافية إليك. يسلمك. وللسيدة الغالية أختك والعائلة الكريمة. أختكم الصغيرة؟ مصطفى. أم مصطفى يا أم مصطفى الله يسلمك ويعزك إن شاء الله ويخليك ويخليك بنت أخونا. إحنا خذينا من وقتكم بس حبينا نسلم عليكم. فرصة سعيدة. الله يسلمك إن شاء الله يخليكم. شكرا. الله يسلمك. تحياتي للأولاد والعائلة الكريمة ويحفظ الوالدة ويخليها خيمة ويحفظ خالتك إن شاء الله ويعطيكم الصحة والعافية ويحفظ كل عراقية إن شاء الله. الله يسلمك. شكرا لكم. طبعا ما زلنا مستمرين وياكم مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا احبام شو اسمك؟ اسو. ايه وانت؟ زيوني. ياهو؟ زيوني. زيوني؟ هلا ابو اسو ابو زيوني شو اسمه ابنك شو بيقول لك؟ اسمه علاوي. ابو علاوي شلون اخوي؟ الله يسلمك. كيفك؟ مرحبا. احنا طبعا حبينا نسلم عليك من قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا العائله الكريمه. نشرف فيك. وعلاوي علاوي علاوي تعال عمو علاوي تعال تعال خالو تعال شلون صحه؟ وين بيا منطقة بغداد؟ بالبصرة. بالبصرة تحياتنا طبعا اليوم ما شاء الله هواي من البصرة. منطقة الجمهورية. منطقة الجمهورية اليوم كثير من الناس من المحافظات اللي جايين ما شاء الله. ألف تحية لكل محافظات العراق والعاصمة الحبيبة، وأيضا لا ننسى كردستان العراق والغربية الرمادي على رأسنا وكل المحافظات وتكريت والموصل وديالة والناصرية والحلة والديوانية والسماوة كل المحافظات على رأسنا. تحياتنا لهم. أبو علي جيت من البصرة زيارة تسيارة؟ والله زيارة وتسيارة كل زين. وين رحت وين جيت؟ والله رحت الإمام الكاظم عليه السلام. سلام الله عليه وعلى أبو قرابتي. خوش. اي نعم كل قرابتك يدرون انت شاي؟ ها؟ والله ورحنا مول المنصور. كل زين. مول المرسول واليوم مول الحارثي. اي حارثي اي بغداد. كل زين. على مود تغير جو انت وام علي ولا؟ اي والله وجهال لما يتغيرون جو. شنو شغلك انا بالاتصالات البصره. بالاتصالات موظف. تحياتنا لاتصالات البصره وكل دوائر الدوله وكل الناس اللي موجودين بكل اراقنا الحبيب. الوالده موجوده الله يحفظها. والدته؟ اي لا متوفيه. لا ابوه؟ لا متوفي. شغلهم شو تتبقى؟ سلك على دايره بالش عليه؟ بعد سيله هو. والله اولا دايره باله كلش علي. خوش. ووفقتني ما شاء الله وقفت وياي توفقنا احنا. الله يحفظها. يعني بدينا اول شيء من الصفر.
خوش. انا طلعت من اهلي تزوجت كل شيء ما عندي الفضل قعدت... لله وله اي نعم قعدت عدها له 7 سنوات يما هنا او زين تراسه بعدين شويه انا وياها كموظف جمعت فلوس الحمد لله اشترينا لنا بيت صغيرون صلوات على اي والله وصل رزقنا ما شاء الله اشترينا هسه انت معناته انت صادق بكلامك لانه ام علي الاخت الغاليه اولا الله يحفظها لك وانت تمجد بها لانه تستحق التقدير والاحترام ونتمنى كل عوائلنا اليوم انا من اوقف يعني وزوجتي وزوجتي توقف وياي من ناحية المادية والاجتماعية حتى يصير تعاون بينه وبينه مو لازم اليوم ضرور. لازم هي الحياة تعاون يعني الحياة تعاون يعني انا رجلي تعبان واشتغل وقاعد يوفر فما نتأثقل عليه حسر عليه لم كم فلس وراح جيب لنا فلاشي جيب لنا المسماك ويلي يا ربي قال خطاه راح اول شيء كان حلمنا بيت وسيارة وقطعة ارض الحمد لله توفيق ان شاء الله جبنا السيارة وجبنا البيت وجبنا قطعة الارض اللي اشتريناها الحمد لله جمعنا فلوس من الراتب الحمد لله ودخلنا سلف الحمد لله جمعنا وثاني واختي الغالية ايضا موظفة يا وياكم لو مو موظف ولا ربي بس اشتغل بمعهد اداره ادرس رياضيات اللهم ربي يحفظك وعلي مقامك ان شاء الله بعد وبعد يعني انت ما طول الغالي ابو علي راضي عليك معناته الله سبحانه وتعالى راضي عليك الوالد والدتك موجوده؟ اي نعم موجوده شلونك ويا والدتك؟ لا كل زين يحبك؟ اي ناس فقراء والحمد لله وشكرا لا امها لا يحبوني كل زين كل زين وابوها وامه يصيرون ولد عمي يعني اي كمو ما خالف يعني زين علاقتي زينه زين ما عملتي غربتي مني هذا الاشكال اولا الله يحفظ لك اياه ويحفظك ان شاء الله علاوي شنو شغلك؟ علاوي سادس سادس ان شاء الله هالسنه سادس اي سنه شنو طموحك عمو من تكبر؟ والله كليه الشرطه كلية الشرطة إن شاء الله إن شاء الله يوم إن شاء الله تخرج من كلية الشرطة وتحقق طموحك وترفع راس السيد الوالد لأنه تعب هو أمك يلا وصلوه إن شاء الله إن شاء الله هاي يعني إحنا هاي تعب غير إنهم درستهم وياه أي طبعا أنا أصلا ما درستهم ولا يوم طبعا خلف الله عليها هي تريد ابنها وابنك يوصل بالمستوى المطلوب على مود يوقف على حيله اليوم هو في أمس هذا اليوم الأب والأم من بعد الله سبحانه وتعالى الأب والأم الرب الثاني مو صح. دير بالك عليهم تتوفق ان شاء الله لا تكسر كلام دار عليهم يقول دار بال عليهم كم زين فقير هو فقير هو بالنسبه له فقير كل اخلاقه يقول انا دار بال ليش دار بال بالفقر ما عنده شيء اهم شيء راضين عليه اهم شيء كافه ولا مشاكل لا فقير لا يطلع لا يمشي الحمد لله شكرا كل شيء يعني مطيع عنه كل زين ما يعارضها بالحكي اذا معناته السيد الوالد يقول ما يعارض اي يعني لا تروح لا تروح اقعد اقعد يعني كل زين ياخذ حكينا بعدين الك ان شاء الله ما اعرف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حبيبي يوم ان شاء الله نجيك ونفرح بيك ونشوفك شاد الرتبه ان شاء الله وان شاء الله قناه الايام بكذا يتحقق والله مو بعيد خلي يجيب درجه زينه ونقبل نيته اشوفه يعني نشوفه ان شاء الله واحنا ايضا قناه الايام الفضائيه ان شاء الله في ذاك الوقت اذا صارت القسمه وانا ابو حنش معروف هيك وصل القسمه ونسوي له لقاء خاص ونتبارك به لك استاذ نشرف ان شاء الله ونفرح ان شاء الله بيوم زواجه الله يخليك الله يسعده ويسعد ام علاوي ويحفظ عائلتك ويعافيك ان شاء الله اي والله وممنونين الله يخليك تكونوا سالمين وغانمين اليوم تفضلون ويانا اشكرك استاذ الله يسلمك الله يسلمك تحياتي لك ولك فرصه سعيده الله يسلمك تاجران سن الشرف ويحفظ العائله ويحفظ الغالي ابو علي الله يخليك اذا عشان المشاهدين مستمرين وياكم مستمرين وياكم مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا السلام عليكم شلونك عمو؟ شو اسمك؟ سمير سمير وأنت؟ محمد تعال خليني أقعد يمكم تعال طبعاً اليوم احنا شو يسمون المكان كافتيريا؟ والله بكيفك شو يسمون؟ لا احنا نريد المشاهد أنا أعرفه نريد المشاهد شو اسمه؟ إي كافتيريا كافتيريا مال أكل بس أكل؟ إي بس أكل يعني عصاير وشرابيت وهذا واكلات اي بالي وانت جيت ويا صاحبك اخوك؟ لا اخوي هذا اخوك اخوك؟
الله يحفظكم. يوم جيت تغيرون الجو؟ اي والله شوي. وين لهب؟ نجف. نجف الاشرف، تحياتنا لكل ناسنا وعوائلنا بالنجف الاشرف وكربلاء المقدسه والحله والديوانيه، السماوه طبعا، الناصريه، تكريت، موصل، دياله، كركوك، كل محافظاتنا والعاصمة الحبيبه بغداد ولا ننسى كردستان العراق. تحياتنا لكل عوائلنا. اليوم لقيت من النجف، اسمه ان شاء الله من النجف. نعم. جيت بس تخو بس انا غير من جو غير؟ اي والله عندنا شغلين، انا مهم انا اغير جو ان شاء الله مقضيه. وين طلابتهم تشتغلون؟ لا لا احنا بالصحه نداوم. تحياتنا للصحه، وزاره الصحه ايضا، السيد معالي وزير الصحه المحترم، الساده المسؤولين، الكوادر الطبيه، الفنيين، كل على راسنا. اليوم انت تخدم مستشفى؟ بالنجف. بالنجف؟ اي بالنجف. مستشفى حكومي؟ اي مستشفى الصدر. مستشفى الصدر، تحياتنا لكل كوادر مستشفى الصدر. زين، اليوم شلون التعامل المرضى ويا الاطباء؟ الاطباء بما يعني انه اليوم المستشفى الحكومي مو مثل المستشفى الاهلي. صحيح. نفس الاعتناء، نفس التقدير، نفس الاحترام، نفس الواجب، بحيث انه انا من يجيني المريض وانا مستشفى حكوميه اقوم له بالواجب مثل ما يجيني بالمستشفى الاهلي. والله يتبعها ضمير الدكتور او ضمير الممرض. اذا اليوم طبعا شو اسمك؟ سمير. سمير يقول طبعا التعامل مع الاطباء والمواطنين اذا كان مستشفى اهلي او مستشفى حكومي يتبع ضمير الممرضة والطبيب. كلهم معززين، كلهم مكرمين، كلهم على راسنا والله يحفظهم. بس هو بعد يتبع ضميره، اذا هو يعني شغلته هاي انسانيه مستخدمه فيخدم المريض، شغله انسانيه كان بالمستشفى ولا كان بالعياده. اليوم تدري المريض من يجي في امس الحاجه للمساعده طبعا، وخاصه استاذ سمير بما انه انت بالصحه، يعني بنشوف اليوم كاهل المواطن القدرة الشرائية اليوم وضع التعبان، وخاصة اكو استثنائيات، يعني من يجينا واحد فقير غير اللي يجينا واحد متمكن. المتمكن يجلس له المستشفى الاهلية، بس الوضع تعبان وين يروح؟ اكيد المستشفى الحكومي، واذا شاف المستشفى الحكومي ما بيه خدمات، ما بيه شيء، واذا هذا الدكتور يعني ما يعينه وما يساعده وين يروح؟ نرجع يعني نقول للضمير. الضمير هو اللي يخلي الانسان في اتم الخلق والادب والاخلاق والتربيه، لذلك يصير تعاونه مثل ما يقعد الدكتور بالعياده خاصه ما تكون يسوي من المستشفى نفس الشيء، نفس التعامل. طبعا كثير اكو من الاطباء ان كل لهم كل الحب والتقدير والاحترام، وايضا اهل التحاليل وال الباطنيه، شوف التعامل ما شاء الله. لما تروح للمستشفى اهلي تعامله رقي، وتعامله بالمستشفى الحكومي رقي. اكو حالات استثنائيه، اكو حالات استثنائيه ما نقدر نقول لا ماكو، لكن مع ذلك الضمير هو يكون هو العامل الاساسي يخدم المريض. تيقسم بالمستشفى بياض؟ انا عصي يعني. عصي يعني. اذا يعني فني. فني يعني. بس انت تشاهد الناس يعني اللي يجون. كل شيء يعني. كل شيء. اكو فض ظرف معين مر بحياتك خلال تواجدك بالمستشفى، فض ظرف طارئ، حالة استثنائية، فد موقف يعني اذا كان سلبي او ايجابي. والله احنا يعني خلال تواجدك. شوف. اللي تستذكره يعني. احنا نمد نطلع الامور للمواطنين، لانه انتم اكيد تعبتوا ونلتوا هاي الشهاده الحلوه اللي هي شهاده الصيانه، صيانه اللي مو 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 سهله، اجهزه وكهربائيات شغلات كذا يعني. بس يعني كموقف سلبي يعني اكو هواي مواقف، من ضمن الهم انا احنا ما نريد نكثر صوايحهم، احنا نريد حتى الايجابي هم يخالف، بس احنا ان شاء الله ما نكون سلبي، لانه احنا قلنا الضمير يتبع كل الامور اللي تحس فيها الانسانيه. اليوم انا اجي من اداوم بالمستشفى الاهلي اللي بيها ماديات وبيها فلوس وبيها اجور، ويجي المريض ويجي بالمستشفى الاهلي طبعا تدري يعني يجي بمبلغ مرات هواي، واللي عنده امكانيه يقدر، واللي ما عنده امكانيه واكو احنا وايد عندنا مساعدات من قبل المستشفيات. يعني انا سعدي واحده من المستشفيات، مستشفى مارينا، مستشفى العربي، مستشفى هواي مستشفيات، تحس يعني انه بيبانها مفتوحه كثير كثير من المستشفيات. يعني الحاج رحيم الشيس البيضاني فاتح هواي يعني اشياء للمستشفى مارينا للناس اللي محتاجه. حتى احنا عندنا بالنجف مستشفى الصدر يعني بها اقسام تقريبا جاي تنفتح جديده بفلوس لو لا بلاش طبعا بلاش بلاش ايه بس يعني انت تبقى هي نقص عندنا بالخدمات يعني بالمستشفى في خدمات اخوك شنو شنو؟ اخوي لا اخوي طالب محاماه محاماه وراح يتخرج ان شاء الله؟ ان شاء الله بعد سنتين متزوج سمير؟ متزوج نعم عندك جاهز؟ عندي ثلاث بنات من موجود عندك بالبيت هناك؟ والدتي وزوجتي
زوجتي واخوتي. سيد الوالد. سيد الوالد موجود. الله تحياتنا لهم من خلال قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا وخذينا من وقتك والله يحفظك تكبر من اي انا اكبر منه. ايش اسمه هو؟ محمد. محمد ايش قد بعد تتخرج ان شاء الله؟ بعد سنتين. بعدك سنتين، انت جيت هنا ايضا تغير جو لو هم لل هم غير جو وهم تسوقون علاج لو تسوقون هنا؟ لا والله ان شاء الله. واليوم ترجعون بالسلامه؟ ان شاء الله. لا باكر ان شاء الله. ان شاء الله. هنا اذا ربعك واهلك موجودين؟ اي احنا موجودين هناك موجودين ان شاء الله. كل احنا نوجه تحيه لهم الاهل الاصدقاء. والله وجههم تحيه لجماعتنا والاهلنا وبالنجف وكل المحافظات العراقيه، ورب يحفظ الجميع ويحفظ العراقيين ويعيد علينا هذا العيد ان شاء الله بالصحه والامان. امين ان شاء الله. وانت ايش تقول ربعك اصدقائك الكل اللي وياك؟ هو قال لي تشو ما تحكي؟ تستحي لو ما تتجاوب؟ لا مو استحي. شوفك ما انا ما اريد اجاوب. تعالي ما خليتنا قاعدين نسولف وياك. صايكم ساعتين نسولف وياك. وين سالك ساعتين؟ سالنا 10 دقائق ما صارنا. انا شفتك من النوع الخجول يعني. مع العلم تطالب تحياتنا للطلبه والاعزاء واخوانك واصدقائك، احنا حبينا نسلم عليك وناخذ من وقتك، يعني نحب ان ندردش لانه تدري الناس محتاجه هاي الاجواء الحلوه. انا لو بيناتنا ندردش وياك. انت قدام العلم تستحي؟ ايه عشان زين خلينا وين حد من اخوك؟ ايه يلا خلينا نوقف مع اسمين خالد بن الملك حراج. لا ماكو اي. الله يسلمك. اذا مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج طبعا ويا احبابنا ايضا من خصتك سمير. طبعا اخوك يقول انا خجلتني شو كان يستحي. يلا تحياتي. وانا اسف بس لا تزعل مره ثانيه قاعد يصورون دير بالك. اشكر سموري. شكرا حبيبي الله يسلمك. سلم لنا على النجف واهل النجف. السلام عليكم استاذنا العزيز. انا اسفين وين جاي تروح؟ حياك الله. انت والاهل اللي هنا؟ اي بنت زوجتي. الله يحفظها. ابو من؟ ابو ميرال. عندك ميرال موجوده؟ ميرال بنيتي صغيره. ايش قد عندك اولاد؟ عندي اثنين ميرنا وميرال. ميرنا شنو معناته؟ ميرنا البنيه الهادئه الودوده اللطيفه. ميرال. ميرال هي عيون مولود الغزال. ما شاء الله. الله يحفظهم ويخليهم ان شاء الله. وين اهل بغداد انتم هنا؟ اي من بغداد. وين بغداد؟ بالجادرية. بالجادرية يعني أهل المرة وأهلك بالجادرية؟ لا أهل زوجتي بالبنوك. بالبنوك. وأنا أهلي بالجادرية. طبعا تحياتنا للبنوك والجادرية وكل مناطق بغداد. اليوم أبو مريال؟ ميرال. ميرال سلمتها علي. ميرال هذا اسم ما تسمع هواي. ميرال الهادئة؟ لا ميرال عيون مولود الغزال اللي هي الغزال أول ما يجي للدنيا يكون عيونه كلش واسعة. يسمونه ميرال. فيسمونه ميرال. وإذا غزال ولا غزال؟ لا مولود الغزال يعني صغير طفل الغزال. ايه. وهي كبيرة ميرال؟ كبيرة. يقول شو أسوي حق لك ميريال؟ لا أنا قصدي الاسم حلو بس الرد يعني تدري يعني واحد شوية ما دارج مو دارج. هاي واحدة. زين الوالدة موجودة؟ يعني مو جاي هسه حاليا. اي بس من تقول على مريان الصيحه ميرو. ميرو ميرو كلش حلوه. وشلون موظفينكم؟ اني ضابط وزوجتي طبيبه. طبعا حياتنا لكل الضباط ونخليهم على راسنا الداخليه الدفاع الحشد بيشمرقه كل الاجهزه الامنيه نقول لهم صحة وسلامة وطولة العمر والله يحفظ عراقنا ويحفظ شعبنا ويحفظ كل الأجهزة الأمنية والله يكون بعونهم طبعا الساهرين طبعا على سلامة العراقيين. وين أنت بلواء فرقة؟ أنا حتى أكمل لك أنا ضابط طبيب يعني طبيب عسكري يعني. تحية بعين شكوبية طبيب عسكري. احنا وين عندنا أطباء وعسكريين وعندنا بالوحدات ميدان وحدة الطبابة. أنا مكاني وحدة ميدان طبية فرقة أولى بديالة. بديالة هنا. زين الفرقة الأولى مو بغداد بس لا الفرقة الأولى بدياله بالجيش بدياله بدياله. تحياتنا لدياله وأيضا لكل الكوادر الطبية. وضابط ملازمو نقيب؟ أنا إن شاء الله الجولة الجاية نقيب. نقيب. أنت أول ما شفت ضابط ملازم أول؟ إحنا شدينا ملازم أول بالبداية شدينا ملازم بعدين القدم طونيا يعني تباعا تقريبا يعني القدم صار ويا القدم مالتي سنين دراسة ست سنين فطوني يعني رتبة وقدم سنتين. ما شاء الله. وهسه بعد ست أشهر؟ لا هذا جدول بعد شتيم شد نقيب ورا العيد ان شاء الله نشوفك لواء ان شاء الله. والدكتوره وين؟ طبيبه ممارسه طب عدلي. صحه وسلامه عليك وكل زميلاتك ان شاء الله يا رب. ان شاء الله التوفيق. وشلون الغالي وياك؟ اليوم هو طبعا الميران هذا يعني حكي قدامكم بس الله يحفظكم ان شاء الله ويصفي اللي بينكم. انا قصدي يعني عاده الضابط يكون يتاخر يعني من يتاخر يبقى لك 15 يوم 20 يوم وتدري واجب عسكري اذا كان ضابط او دكتور خاصه بال
وين تخلصين وقتك يم امه؟ ان شاء الله يحفظها يم امه. بين متناوبين يعني هي متقسمه انه بينات لاناني هماتين بحكم دوامي بس يعني اكيد هو دوام اكثر من عندنا والضغط اكثر. انت هسه تتمنين يجي بغداد حتى يكون نزول يومي؟ مو بس نزول يومي وانما هو الاساس البيت هو قائم على وجودك. اكيد اكيد اكيد. لا هو التعاون مستمر ان شاء الله وانت الحمد لله عين البارده يعني ندق الخشب دكتوره يعني فاهمه ويعني ورقي عندك وكل اوائلنا يعني ناس فاهمين وعندهم رقي في كل المجالات وفي كل الاختصاصات، لكن التعاون مستمر يعني اليوم الحياه الزوجيه يبقى لها تعاون. غيابه انت موفره كل الاجواء للعائله البنات ان شاء الله يحفظهم. ما اكيد مؤثر 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 لان هو على راس الهرم هو الاساس هو الخيمه أيه هو الكينج هو الدنقه هو الجبل أيه. اكيد الله يحفظكم بعد الرجل العراقي وجوده بالبيت هو اساس اكيد اكيد المحور بدون رجل البيت يعني تدري تصير هواي هواي امور لكن ان شاء الله الله يلم شملكم بعد وبعد ان شاء الله لكن الواجب الوطني يتحكم عليك الواجب اللي انت ابي يتحكم عليك انه انت وين ما تكون لازم انت يعني بتدري ان العراقي يعني خاصة الجيش العراقي يعني مر اللي مر فترات كلش صعبة كلش صعبة يعني احنا دوامنا يعني لا تتوقعون انه الجيش العراقي طبابة لو وحدة ميدان انت انا وحدة ميدان طبي انا طبيب ميدان طبيب الفرقة طبيب الفرقة تتجول بكل الالوية طبعا طبعا يعني عسكري مشات بس انه صنفي طبيب فاني الجنود الضباط اللي كل شلون تعاملك ويا الجنود؟ يعني الجنود لهم حق علينا مو شلون ما كان احنا دائما لان احنا خدمنا بالجيش تحية تحيه لكل ضباط ومنتسبين وزاره الدفاع يعني هم على الراس اول شغله احنا صح ضباط وصح كذا بس احنا خدمتنا او صدقنا بس هو الدكتور احنا دائما الدكتور دائما يكون ناسك بالضبط اتيكيت خاص يعني تحياتي واعتزازي لكل الساده الضباط لكن الصنف الطباء طبعا يعني يختلف عن بقيه الصنف احنا يعني احنا الجهه اللي تمتص تعب المريض تعب المريض تعب كيف ما هو خطا بالواجب 14 يوم اسبوع منازل الاهل لكن الله يكون بعونهم يعني انت والساده الضباط اللي موجودين وكل الصنوف اللي موجوده اولا ننقل تحياتنا لهم من خلال قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا حبينا ناخذ من وقتك يعني خدمتك يعني سعيده الله يسلمك تعرفنا عليك وشفناك الله يخليك انت يعني وجودك بالشاشه العراقيه كلش مميز الله يسلمك من ذوقك ومن طيبتك تحياتنا لك وللعائله الكريمه وايضا للدكتوره فرصه سعيده للعائله الكريمه فرصه سعيده الله ينشر لكم ويحفظ لك اياه ويخلي خيمه عليك ان شاء الله وايضا يحفظ لك اياه ان شاء الله وبناتكم ان شاء الله يشوفون ايضا دكاتره يا ربي وطموحهم ان شاء الله بس طموحكم بالمستوى اللي يليق يعني بحضراتكم وما شاء الله الشهاده الحلوه اللي هي حقيقه يصير بها استثناء وناخذ لها تحيه لك اخت غاليه والاخوي الحبيب شكرا جزيلا شكرا الله يسلمك تحياتنا لعوائلكم فرصه سعيده الله يسلمك الله يساعدهم بالعافيه شلون الصحه وين اليوم اليوم بالحنفيه مو الحنفيه بالعافيه اليوم دابين على بتيتك شبس تعشيتوا ولا مال اربع نفرات وين عشاكم؟ ها؟ شنو؟ وين هذا عشاكم؟ اي العشاء مال عصافير سرق عصافير هذول بلابل حلوين ان شاء الله خلينا نسلم انا حبينا نسلم عليكم 100 الاسم بالخير مصطفى مصطفى اليوم جايته والاهل؟ نعم انا وزوجتي واختي الله يحفظك الله يحفظ اختك اليوم وين تميل انت؟ زوجتك لاختك بما انه طالعين سويا لازم يعني لا تخلي بخاطر زوجتك ولا تخلي بخاطر اختك واثنينهم معزاز اثنيناتهم واحدة اغلى من الاخرى الله شو يعني لا انطب لا ابغى لا اقدر بدون هاي ولا اقدر بدونها اثنيناتهم اسمك معتز؟ اسمي مصطفى مصطفى طبعا مشاهدي قناة الايام الفضائية وبرنامج ويا احبابنا مصطفى يعني حس قمة بالرقي اليوم مثل ما شفنا 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 مصطفى سألنا سؤال كلش يعني دقيق وحساس قلت له انت جايب زوجتك وجايب اختك فوين يكون ميولك؟ قال اثنينهم عزيزات واثنينهم غاليات واثنينهم يستحقن التقدير والاحترام مصطفى صار لك جد من زوجة؟ صار لي 7 أشهر ما شاء الله ها بعدك بمبوني شنو شغلك؟ هذه موظف مدير حسابات بشركة ما شاء الله يعني ابو فليسات لو هيك لو بس حسابات يعني شركة أهلية ولا حكومية؟ أهلية أهلية قطاع خاص قطاع خاص وأنت شنو طالب لو هيك موظف لو بس يعني قصدي خريج ولا هيك؟ خريج ايش؟ هندسة كهرباء ما شاء الله بس ما متعين وتعينت بشركة أهلية نتمنى طبعا الساده المسؤولين اللي يشاهدونا مصطفى خريج طبعا هندسه كهربائيه وما شاء الله لقى وظيفه نوعا ما والعلاقه طالعه لكن هو طموحه انه يكون يتعين
مو التعيين الضروري. وزوجتك شنو شغله؟ طالبه. بعد طالبه. وين طالبه يا ساتر؟ تربيه انجليزي. ما شاء الله. يا مرحله ثانيه. عندك سنتين. اي بعد سنتين تتخرجين. شنو شو تصيرين؟ مدرسة. ما شاء الله. وطبعا هن الكادر التدريسي وزارة التعليم العالي وزارة التربية طبعا ونقول لهم هاي احد الطالبات اللي موجودة بكلية الانجليزي. هم هي كلية لا تربية انجليزي واختصاص لا ها جامعة الفراهيدي دي اختصاص انجليزي. اهلية ما شاء الله. كل سنة جد الدفن فيش 1,750,000. من سيد الوالد ولا رجل؟ لا زوجي. تتبعد علم انه زين تراسه. ان شاء الله يوم التخرج الله يخليها على مستقبلها. الله يحفظها ويحفظك يا رب. ان شاء الله يوم التخرج تفرحون سويه. زين والغالية شنو شغلها؟ اعداديه. ما شاء الله يا مرحله. خامس. اي كل زين. رجعتي رحت الخامس؟ اللهم صل على ما شاء الله عين بارده. طموحك شنو؟ شو اسمك انت؟ ملاك. ملاك شنو طموحك؟ أطلع من السادس والله كريم. هو عادة السادس يعني احنا نشوف فيه يعني بعض الصعوبات، لكن اليوم اللي يشتغل ينجح واللي يعني طبعا اللي يهتم بدراسته وما يخاف من السادس ينجح. والله أنا بس يخلي الخوف بدايته. ايه هو قلق مشروع. عادة انا اطمح الى ان اكون يعني اليوم ماكو شيء صعب. ماكو شيء صعب. اللي نجحوا من السادس مو افضل من عندها. أكيد أكيد أكيد. كليتنا عندنا عقل وعندنا تفكير نقدر نعبر السادس. موجود. هي تطمح إلى أنه يعني سي أنا عندي بنت أخويا جابت 88 وظلت. طالع على قلبي هسه أنا متأخر السنة. هذا زين طلعت 94. زين زين. بس كان طموح أنه إلا دكتورة. زين طلع أنا روح يلا يمكن صارت صيدلانية. الله يخليهم. إي وقصدي يعني كانت خوف. أسأل عندي واحد من ولد أخويا ما نشوفه كل 3 أشهر مرة بالسادس بعد ما ماخذ شو اسمه بعد ما طلع النتائج وهم قلق. فلذلك ولد أخويا حقه يعني قلق التفكير. هي وياكم بالبيت لو منو موجود بعد بالبيت؟ أختي يعني الوالدة الله يحفظها. أكيد. شلونكم ويا الوالدة؟ زين ليش ما جبتوها شوية تغير جو؟ والله تعبانة شوية قمالها خلق نامت. اي والله. هم وضع سكر من شنو سكر؟ لا بس شوية تعب. احنا نشوفه من سلم عليه لكن من خلال قناة الايام الفضائية نقل تحياتنا للسيدة الوالدة ام مصطفى الله يحفظها ويخليها خيمة عليكم ان شاء الله ويحفظ الغالية زوجتك ويحفظ اختك ويحفظ العائلة الباقي ان شاء الله. ويا رب ان شاء الله نشوفهم كل الخير كعائلة عراقية وكل اوائلنا اللي شاهدونا من خلال شاشة الايام. احنا اخذنا من وقتكم والعشاء العشاء برد برد اكل عصافير جت لا هنقربر لا حمص بطنيحه لا يعني انتم عاجبكم من شغلات خبيثه هم عاجبهم اشياء غير يريدون يلحقون على السينما ناني اي فما يريدون ياكلون شيء اكثر عادي سلا اليوم الشيبس والشامي يقولون بعد ما نقدر ناكل لا هي ايضا يعني حتى امام الساده المشاهدين اليوم الصحه مريوده لكن ولا هو هذا الفينجر تشيبس مو؟ نعم لان هذا هم يسمي هو هذا نشويات؟ ايه نشويات وسوينا سنة ندور على الله يحفظكم ان شاء الله وخلينا من وقتكم وتحياتي للسيده الوالده وباقي العائله وان شاء الله يوم التخرج عمو الله يحفظك ويخليك ان شاء الله تطمحين طموح مشروع انه انت تاخذين الشهاده اللي تتمنينها صح اكو خوف صح اكو قلق بس يراد مثل ما قال مصطفى اخوك يراد شويه مثابره وجهد اكثر دراسه على مود استوعب اللي استفاد من عنده واحصل النتيجه حال زميلاتي مثل ما انا وصلنا لمستوى مرموق انت ايضا طموحك انه توصلين للمستوى اللي تتمنينه وايضا الغاليه زوجة مصطفى الله يحفظك ان شاء الله يوم التخرج الله يسلمك خذينا من وقتكم واحنا اسفين طبعا اقتحمناكم بس حبينا نسلمنا شرفتنا استاذ مية هلبي اذا مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا وصلنا الى مسك الختام نتمنى هاي الحلقه قد نالت رضاكم انتظرونا طبعا وحلقات قادمه من برنامج ويا احبابنا الى اللقاء ماجد ياسين شكرا 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 يلا عينك لك يلا يلا يلا